الديوان ويا سماح العبار. السلام عليكم مستمعين الكرام، وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي ليواد، ليكم على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. مثل ما أنتم تعودتوا، كل أسبوع نستضيف ضيف جديد وقامة جديدة وعلامة بارزة وبصمة إضافية في المجتمع الإماراتي. اليوم لدينا ضيف فكاهي خفيف الظل، فريد من نوعه، متميز كإنسان وكمسؤول وكأب وكجد. لكن قبل ما أبدأ أعرف بضيفي، مثل ما تعودتوا بنعرف بالجهة المسؤول عنها هذا الضيف. جامعة حمدان بن محمد الذكية صارت اليوم في طليعة المؤسسات الأكاديمية في الدولة والعالم العربي، وأضحت تلعب دور محوري في رسم السياسات التعليمية من خلال اكتسابها خبرة واسعة ومعرفة معمقة ومكانة ريادية، باعتبارها الجامعة الأولى في العالم العربي اللي تعتمد نهج التعليم الذكي. في فبراير 2014 تحول اسمها إلى جامعة حمدان بن محمد الذكية بدلا من الإلكترونية، في خطوة تتماشى مع مسيرة التحول الذكي اللي تنتهجها دولة الإمارات في سبيل الوصول إلى مصافي أفضل 5 حكومات عالمياً بحلول العام 2021. ضيفنا الكريم في هذا اللقاء هو الدكتور منصور العور، المحاضر والخبير في مجالات التعليم الإلكتروني ومجالات التميز والجودة. الدكتور منصور العور هو اللي قاد نجاحات هاي الجامعة اللي أصبحت مكانتها العلمية بارزة في دولة الإمارات. الحين بعطيكم نبذة بسيطة عن ضيفنا. ضيفنا هو محاضر وخبير في مجالات التعليم بشكل عام والتعليم الإلكتروني بشكل خاص، بالإضافة إلى مجالات التميز والجودة. حصل على شهادة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية من جامعة ويلز المملكة المتحدة عام 94، حاز العديد من الجوائز والأوسمة، أبرزها جائزة الشرق الأوسط للشخصيات التنفيذية في عام 2011 لجهوده في نشر ثقافة الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا المعلومات. كما حصل أيضا على شهادة التميز في الأداء الحكومي عن فئة الموظف الحكومي المتميز عام 2005، بالإضافة إلى وسام شرطة دبي في العام نفسه وشهادة الإبداع من القيادة العامة لشرطة دبي عام 2002. تدرج الدكتور في مناصب عدة، مثل أسس إدارة الجودة الشاملة بشرطة دبي، وكان أول مدير لها خلال الفترة من 98 لين 2006. كان أول رئيس مجلس إدارة لمجموعة دبي للجودة من القطاع الحكومي في عام 2001. مؤسس مركز استطلاع الرأي العام بالقيادة العامة لشرطة دبي عام 2001، وشغل منصب المدير العام للكلية الإلكترونية للجودة الشاملة منذ إنشائها في عام 2002 حتى تحولها إلى جامعة في عام 2009. حقيقة أطلق الكثير من المبادرات الريادية، منها عام 2005 جائزة التميز القيادي في العالم العربي وجائزة ثقافة الجودة في الإعلام العربي عام 2004، ونادي القيادات الإلكتروني في عام 2003، وجائزة الإمارات لسيدات الأعمال بمجموعة دبي للجودة عام 2002. أصدر الدكتور العديد من الكتب في الإدارة والجودة، منها كتاب الطريق إلى رؤيتي، خطوات علمية لتحقيق رؤيتي في التعليم والقيادة والتميز، وسلسلة تيسير المعرفة اللي صدر منها حتى الآن الولاء المؤسسي وفعالية الأداء والإدارة الرشيدة بين النزاهة والشفافية
وكتاب إدارة المعرفة وفعالية الأداء وإدارة الإبداع. الدكتور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية ورئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم. تبارك الله، نمسك الخشب مثل ما يقول، وين سيرة ذاتية حافلة وما شاء الله نجاح وتألق على أكثر من صعيد. من هو الدكتور منصور العوار اللي يجلس أمامنا الآن؟ أنا أعتقد أولاً أشكركم على الدعوة الكريمة حقيقة يعني، وأنا أعتقد هذا التألق اللي زعمتيه، أنا أعتقد أنا من أحد أبناء الإمارات، من آلاف المتميزين الموجودين من أبناء الدولة، وهذه السيرة الذاتية التي ذكرتيها أنا أعتقد الفضل لله ثم لقيادات الحقيقة اللي أعطوني فرصة. نعم. والفرصة دائما هي محط يعني الاهتمام ومحط صحيح. الإنتاج. أنا ممكن أكون عندي كفاءة عالية وعندي كفاءتي كبيرة وعندي قدرة على العطاء، لكن إذا ما حصلت الفرصة صحيح لا أستطيع أن تكون عندي نتائج ملموسة. أكيد. فالفضل لله ثم للقيادات اللي الحقيقة مروا علي وأعطوني هذه الفرصة، ومن ثم أنا أعطي الآن الفرصة للآخرين اللي عندي أنا في الجامعة، باعتبار أن كما يعني تعلمت لابد أن أعلم. صحيح. قبل ما نتكلم في هالأشياء نبغي نرجع بالذاكرة إلى مرحلة الطفولة، يعني الطفولة والبداية التنشئة هي المصنع اللي يسقل الشخصية ويحط الهوايات ويحط الرغبات ويعني يرسم الطريق للمستقبل هذا. فكيف كانت نشأة الدكتور؟ البيت، الأسرة، الوالدة، الوالدين؟ أنا أتي من أسرة متوسطة. نعم. الله يرحمهم الوالد والوالدة رحمة الله عليهم. كنت أنا أكبر الأبناء. نعم. والغريبة أخت سماح أن العادة في جيلنا أغلب ربعنا كانت الولادة تحصل في البيوت. صحيح. وأنا أعتقد كانت عندنا، أنا كنت من ضمن حي الفهيدي اللي كانت بستكية سابقا، يعني كان دكتورة هندية معروفة في الفريج، وكانت هي اللي تولد الحريم. لكن الغريبة أني أنا الوحيد من بين إخواني وأنا أكبرهم، البقية كلهم ولدوا بالبيت إلا أنا بمستشفى المكتوم. إيش معنى؟ ما أدري، يمكن على راسي ريشة، لكن أتذكر أن الله يرحمها الوالدة كانت دائما تروي لنا القصة، أن يوم ما جاءها المخاض والطلق راحت إلى العبرة بميداف، وكان هناك الله يرحمه سالم، واحد اسمه سالم العبار. نعم. هذا كان يعني إلى فترة عمري 6-7 سنوات، وكنت أروح بعض الأحيان يقول هذا منصور تراك أنت يوم ما ولدوك أنا شلدك في العبرة هاي، كان أشر على العبرة في الخور. فأنا أعتقد يعني بداية المسيرة كانت هكذا، يعني إن في حدث. ولد في حدث طفولتي تقريبا إلى صف يعني يمكن الخامس ابتدائي. قضيتها في فريج الحي الفهيدي الآن والبستكية سابقا، عشنا هناك، وبعدين انتقلت إلى الجافلية، وبعد ذلك من الجافلية إلى جميرة. فيعني تقريبا كذي كانت. شو اللي تذكر عن المدرسة؟ المدرسة أنا كنت الوالدة الله يرحمها كانت تهتم فينا عناية خاصة. كنا يمكن أنا راويتش الصور، ونحن في إذاعة ما قدرنا نراوي الجموع الصور. أتذكر يوم ما كنا نروح لأول ابتدائي، فكانت ترتبنا وتحط لي بالذات يعني قلم أزرق وقلم أحمر. حتى لدرجة يعني اللي يجي يكتب المدرسين منو معاه قلم يقول إحنا معنا قلم، فيأخذون القلم وبعدين نرجع البيت بدون قلم. فبدينا بهالمرحلة هذه. الوالدة الله يرحمها كانت
مو بصاحبة شهادات ولا الوالد. الوالد الله يرحمه قضى 15 سنة يشتغل بالكويت لأنه ما كان في أعمال في ذيك الفترة. وعند خواله في الكويت. وبعد ذلك حتى ولدت أنا وما شافني إلا بعد 6 شهور. والوالدة الله يرحمها كانت هي اللي يعني مجتهدة إلى درجة اختماح. إن بالرغم إن طبعا كان يقرون قرآن. لكن كانت تحرص على قراءة الجرائد. وأتذكر في 3 إعدادي يوم تحول المنهج من منهج علوم عام إلى منهج كيمياء وفيزياء وأحياء. أول مرة في 3 إعدادي نحن يابولنا كتاب كيمياء، إلى درجة إن أنا كنت أعطيها الكتاب وأسمع الجدول الدوري مال كيمياء، أقول الصوديوم Na، الكالسيوم Ca، فكانت تمسك لي الله يرحمها الكتاب وأنا أسمع لها. فيعني كانت درجة الاهتمام إلى هذه المرحلة وأنا أكبرهم. يعني أكبر الأبناء. فبالتالي يعني ذكرياتنا مع الوالدة الله يرحمها ومع الوالد يعني أنهم حرصوا على تعليمنا. صح. أن نحن الطبقة الوسطى في المجتمعات عموما يحرص الوالدين عادة على دفع الأبناء تسلح إلى بالعلم يعني. وأنا أعتقد أنه وهذا الشيء يعني ما هو غريب على عائلة العور عموما، مو فقط منصور. فحرصنا على التعلم يعني سواء كان من الجد ولا من الوالد ولا من الوالدة، يعني العائلة كلها في هذا الاتجاه الحمد لله. العلاقة بين الأخوان والأخوات؟ علاقتنا مع الأخوة والأخوات كانت علاقة ممتازة. أنا أعتقد أن كنا في فريج البستكي. أنا كنت من الشخصيات اللي أحب الله يرحمه شريف العلمي، إذا تذكرين برنامج كان من زمان اسمه سينجيم. أيوة سينجيم. سينجيم. فكنا نحن في الفريج نجمع الأولاد والبنات ونسوي في الويكند إن صح التعبير، عطنا هذا الأسبوع نسوي سينجيم ونوزع الهدايا اللي نوزعها. ما عندنا عادة يعني شركات وفلوس. أيوة. عندنا برميت البرميت هذا والشاكليت هذا كنا نوزعه ونشتريه. فكنا كنت من الناس اللي أثروا فيه في البدايات شريف العلمي في برنامج السينجيم المعروف. مشهور برنامج. إلى درجة إلا لما رحت جامعة الإمارات أقمنا برنامج في عام 80، في صيف عام 80. وكان رمضان هذه أيامها، أدرت برنامج سينجيم في جامعة الإمارات، كان من أنجح البرامج وحقيقة. وحتى عندي فيديو مصور. وما في حد ما استفاد من البرنامج. يعني أنا أعتقد أنه كانت يعني ثقافة ذاك الزمن. صحيح. يعني ذاك صحيح. تلك المرحلة بالأدوات المتوفرة في ذاك الزمن. فكانت علاقتنا مع الـ الأخوة إخواني وخواتي يعني علاقة إن إحنا نعد البرنامج هذا، يجون عيال الفريج البيت ونجلس وياهم ونسولف وياهم، إلى درجة إلى حد إن كنا حتى نروح بعض الأحيان إلى دور السينما. ما كانت في دور إلا سينما هندية. عشان شي تحب الأفلام الهندية. فبالتالي يعني لا أنا أحب عموم الأفلام يعني، لكن كنا نروح الأفلام الهندية. الوالد الله يرحمه كان من الناس اللي يتقنون لغة الأردو والهندي، فكنا نروح. وحتى إلى درجة أن كانت وحدة من الأهالي كانت تعرف الهندي تماما، وهي ترجم للوالدة، ترجم لها يعني، والفيلم شغال ما في سبتايتل تحت. يعني الوالدة وياكم في السينما. هي نعم نعم، والوالد الله يرحمه وأخواني، فكان يتناوبون الفيلم. أحيانا الفيلم أنا أروح إخواني ما يروحون، الفيلم اللي تروح على أختي مثلا أنا ما أروح، فيتناوبوا. فأتذكر يعني هاي كانت العلاقة بالطريقة هاي. جميل. ننتقل إلى الدراسة. مثل ما ذكرت توجهت لجامعة الإمارات، التخصص اللي اخترته للدراسة في جامعة الإمارات رياضيات. ليش الرياضيات؟ أنا حبيت مادة الرياضيات في المرحلة الثانوية، في الثاني ثانوي علمي. الله يرحمه كان يدرسنا مدرس ومنه يعني حبيت الرياضيات لأنه فهمت الرياضيات. وكان اسمه محمد لطفي الله يرحمه، من فترة قريبة توفي، كان مسؤول لجان الامتحانات وزارة التربية والتعليم حتى لفترة قريبة يعني. فرجل كان متمكن وفهمت من الرياضيات وحبيت الرياضيات. أنا في اعتقادي اختماح أن الرياضيات هي أم العلوم، ومن خلال تخصصي وغيره ما في عالم رياضيات في التاريخ البشري إلا وكان موسيقي. موسيقي نعم، لأن الموسيقى
قريبة جدا من الرياضيات، من عملية كتابة النوتة إذا تذكرين. تات كان يعلمونا زمان في المدارس، يعني تات تي تافاتي، يعني كل هالنوتة عبارة عن معادلات رياضية. نعم. فلذلك يعني محبة الرياضيات جتني من ثاني ثانوي، وحقيقة لما طلعت الأول الرابع على الدولة، أول مواطن يطلع من العشر الأوائل على الدولة في القسم العلمي، فأتذكر أن أخذت علامات كاملة يعني في من الأوائل على الدولة، 120 من 120 في الرياضيات و40 من 40 في الفيزياء اللي هي مرتبطة بنفس التخصص يعني. فحبيت الرياضيات من هذا المنطلق يعني، فحبيت أكمل هذه المادة مجال رياضيات. والحقيقة يعني الشيء الوحيد اللي سألتيني شو الشيء اللي كنت بتسوي لكن ما سويته، ليش مستحيل هالسؤال في الآخر؟ يعني لا، لأن الشيء بشيء يذكر قبل ما ننسى التخصص. الحقيقة يعني تخصصي في الرياضيات، وأنا اشتغلت على الرياضة التطبيقية وليست نظرية. يعني شو الفرق يعني كيف التطبيقية؟ تطبيقي بمعنى أن كيف أطبق الرياضيات في فهم مسائل. بمعنى أنا كانت رسالة الدكتوراه كانت في العصب البصري. العصب البصري. العصب البصري للروبوت. إلى عام 1994 اختسماح كانت الإنسان الآلي اللي يسمونه الروبوت. أيوة. كان النظر عنده يا إما يرى أفقيا، يتجه أفقيا أو عموديا. إلين ما دخلنا في هالمعمعة هاي وحاولنا تعديل العصب البصري عند الروبوت بشكل يشابه الإنسان العادي، إنه إذا جاء على قطري أي شيء يدخل مجال النظر يلتفت عليه. فمن يعني هذا يعني خلاني قريب جدا من الأبحاث العلمية في هذا الإطار. اليوم اللي نشهده الطفرة اللي قاعد تستوي في العلوم أنا مواكبنها من 94، لكن حقيقة المسار المهني لي أنا ودخولي في مجال الإدارة خلاني شوي بعيد عن الـ عن الـ عن الـ البحث، القيام بالبحث، مش قراءة البحوث، القيام بالبحث نفسه. نعم. جميل. لكن ما ندمت على التخصص أبدا أبدا أبدا. والرياضيات ما زالت في دمي، و القدرة التحليلية للإنسان يأخذها تنفع كثير في الإدارة. إدارة الجودة مثلا، أنت ذكرتي في السي في إدارة الجودة، أنت تعرفين أخت سماح أن كل الذين انبروا لتطوير علم الإدارة كلهم مهندسين وأصحاب تخصصات علمية، ما كان في حد بالإدارة طور الإدارة، ما كان في حد من الإدارة، لا ما بتخصص إدارة هم طوروا علم الإدارة، الذي طور علم الإدارة هم كلهم يعني حتى علماء الجودة ورواد الجودة كلهم مهندسين وكلهم أصحاب علوم كيمياء وفيزياء ورياضيات، هم اللي طوروا في العلم الإداري. فبالتالي أنا أعتقد أن الرياضيات ساعدني يعني إلى 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 القيام بالمهام الإدارية سواء كان في الجودة أو اليوم في الجامعة. جميل. اسمح لنا دكتور بناخذ فاصل قصير، وإن شاء الله مستمعينا عقب الفاصل لنا تواصل وبنكمل حوارنا. ليوان ويا سماح العبار. حياكم الله مستمعين الكرام، وما زال الحديث مستمر مع الدكتور منصور العور رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم. حياك الله ويانا دكتور. بنكمل حين لما بعد التخرج من جامعة الإمارات توجهت للعمل في شرطة دبي في مركز البحوث والدراسات التابع لشرطة دبي. صحيح. تخرجت من جامعة الإمارات تعينت في وزارة التربية والتعليم. وزارة التربية والتعليم قبل الشرطة. هي والغريبة اختماه أن أنا كنت مقدم على معيد بالجامعة. معيد بالجامعة حلو. لكن قالوا ماشي ميزانية، واضطريت طبعا كطبقة متوسطة أروح أدور وظيفة. هذيك الأيام طبعا كنا نتخرج من الجامعة نأخذ المصدقة نروح خدمة المدنية، يعطون الرسالة قالوا روح الوزارة تعين على طول. حلو. ف
أنا تخصص رياضيات، وكنت أقول لهم تراني أنا أنتظر السنة الجاية أروح معيد بالجامعة. هي. فقالوا طيب أنت جاي نحن شهر ثلاثة وفي المنطقة التعليمية، ودوني منطقة تعليمية، منطقة تعليمية قالوا موديك مدرسة. بس كيف موديك مدرسة الآن في نهاية العام وأنت مفروض تدرس رياضيات وحين على امتحانات شهر ثلاثة؟ صحيح. فتعينت مشرف إداري في مدرسة الإمام مالك الثانوية. مشرف إداري. هي نعم. فرحت مشرف إداري والغريب إني أنا رحت مدرسة الإمام مالك اللي تخرجت منها قبل 3 سنوات ونص. سبحان الله. بس لأني كنت طالب نجيب هي. يعني فكان المدرسين يعرفوني. هي. فجلست مشرف إداري إني على أساس إني أنا خلال كم من شهر وبخلص وبترك وبطلع. شهر 9 نفس السنة اللي تزوجت فيها. ف9/9 تزوجت 82. 14/9 طلع قرار تعييني مدير مدرسة الإمام مالك الثانوية لما طلع قرار وزارة التربية والتعليم بتوطين الهيئات الإدارية بمدارس دبي. مدير استويت مدير. أنا أعتقد أنه يمكن في غفلة من الزمن، لكن طلعت يعني مدير. وكانت يعني حقيقة سنة مكثت في المدرسة قبل ما راح أروح الولايات المتحدة الأمريكية لتكملة الدراسات يعني الماجستير والدكتوراه. نعم. وبعدين رجعت إلى في شرطة دبي في مركز البحوث والدراسات. والحقيقة التخصص اللي تعينت فيه في شرطة دبي ما كان بعيد عن تخصصي كذلك. تعينت كخبير إحصائي بمركز البحوث والدراسات. تمام. يعني خص الرياضيات. إيه خص. نعم. فبالتالي يعني نشرنا عدة بحوث حول قياس الإحساس العام بالأمن في دبي من تلك الفترة في 1995 تقريبا. شو التجارب الفريدة اللي تذكرها من خلال عملك في شرطة دبي؟ التجربة الفريدة حقيقة يعني تدري نحن ناس يعني برغم أن تعينت كمدني في شرطة دبي وليس عسكري. الغريبة اللي شفته في قائد شرطة دبي آنذاك معالي الفريق ضاحي، هذا الرجل أنا أقول اليوم أنه أنا بالرغم كان على دكتوراه لكن تعلمت منه، هو معلمي رقم واحد اليوم. نعم. وشفت في قيادة شرطة دبي في شخص سيدي محل الفريق ضاحي التلميذ النجيب الأول لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. صحيح. في نمط الإدارة، في إعطاء الفرصة، كل اليوم اللي أمارسه اليوم في الإدارة تعلمت من الفريق ضاحي. يعني جميل. إلى درجة أن الناس ما تلاحظ اختماح، يعني لما يأتي المسؤول الأعلى، يعني العادة أن الناس لما تأتي المسؤول الأعلى تنبان الطاقة الإيجابية لدى القادة آنذاك. سيد الفريق ضاحي من القيادات النادرة اللي لما يأتي المسؤول الأعلى كان يأتي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، أيامها كان ولي العهد. نعم. فيقدم الضباط ويقدم من أمثالنا أن نشرح للشيخ وهو يصف صف ولا يتقدم إلى الأمام إلا لما الشيخ ينادي عليه. جميل. هذه الصورة اللاصقة في ذهني لقيادة تعلمت منها أصل من أصول القيادة اللي هي إعطاء الفرص، الإيثار. اثنين، تعلمت أن القيادة لابد أن تكون مطلعة. سيدي معالي الفريق ضاحي إنسان مطلع. أنا دائما أقول له، بس هو يأخذها من باب الفكاهة، لكن أقول أبو فارس طول عمرك أنت تحط 10 دكاترة مثلنا في جيبك. فأنا أقول يعني الشيء اللي تعلمت منه من شرطة دبي تعلمت الإدارة بشخص سيدي مع الفريق ضاحي. وفي نفس الوقت أعطيت لي فرصة بأن أسس إدارة جديدة في العالم العربي، هي إدارة جودة. تمام. والجودة قائمة على الإحصاء، على الفعالية. وربما كان سيدي مع الفريق ضاحي كذلك موفق جدا أن يعين مدير الجودة واحد مدني. شو الحكمة؟ الحكمة اللي حسيت فيها بعدين أن لو كان عسكري، العسكريين عندهم الرتب، فلا يمكن أن يتجاوز رتبة أدنى إلى رتبة أعلى، وتكون موضوع الجودة، والجودة لابد أن تكون مربوطة بالقائد العام، برأس المؤسسة. فاختياري أنا كمدني، المدني ما عنده رتبة. فعلا. المدني يستطيع أن ينتقل من درجة إلى درجة، إلى من أدنى الهرم إلى أعلى الهرم بدون شعور بالحرج. وأنا أعتقد أن يمكن فكر سيدي معالي فريق ضاحي كان عنده مثل هذا التوجه، هذا اللي عرفته بعدين، يعني اكتشفت أنه كان حكيم في قراره مثل هذا. أنا أتذكر من الأشياء اللي ما أنساها في شرطة دبي،
أول ما استلمت الجودة سألني معالي فريق ضاحي، قال لي دكتور خلال كم سنة راح نطبق الجودة؟ فأنا قلت طال عمرك في هناك شرط، يعني أجهزة شرطية في العالم 6 إلى 8 سنوات. قال أنا باها في 2 سنين. طبعا أخوك يعني تو متعين، قلت إن شاء الله حاضر سيدي. بعد سنة كرر علي السؤال مرة أخرى، قال لي خلال كم سنة بتطبق الجودة دكتور؟ أنا تذكرت السؤال الأولي، فقلت له طال عمرك يعني مع وسائل التكنولوجيا الحديثة من 4 إلى 5 سنوات. قال لا. لما قال لا قلت له خاف، قال الحين سنة وانتهت السنة. فراح لك سنة. قلت العيل طال عمرك؟ قال 7 سنوات فأكثر. 7 سنوات فأكثر، يعني بمعنى أنا كنت حاط سقف 6 إلى 8 سنوات. أيوة. هو قال 7 سنوات فتح السقف. فتح السقف تماما، لأن عملية هي تغيير ثقافة وليست عبارة عن نظم تطبق. صحيح. واليوم يعني قيادة شرطة دبي، وأنا أفتخر أن كنت فترة من الفترات فيها، اليوم شرطة عالمية بكل المقاييس، وفي موضوع في إطار الجودة طبعا يعني لا يشق لشرطة دبي الغبار. وأهم نقطة في شرطة دبي كان يصر عليها سيدي معالي فريق ضاحي، أن يجب أن تبنى الجودة بشرطة دبي بأيدي أبنائها، وهذا فكر أنا تعلمت منه، أن صناعة إماراتية وطنية 100%. صحيح، هذا شيء جميل. إدارة الجودة الشاملة هل ساهمت في تطوير أداء الموارد البشرية في دوائر دبي؟ السيدي صاحب السمو الشيخ محمد في كتابه رؤيتي يقول في سباق التميز ليس هناك حد للنهاية. فأنا أعتقد هي عبارة عن تحسين مستمر وأداء يعني ينظم بطريقة منهجية ومتدرجة. وأعتقد نعم برنامج دبي لأداء الحكومة المتميز فعلتها في دوائر حكومة دبي. عندما نتكلم عن مركز استطلاع الرأي في القيادة العامة لشرطة دبي اللي أسسته، يعني شو النتائج اللي حققها المركز وشو خلفية إنشاء المركز؟ خلفية إنشاء المركز جاي نابع من الجودة، لأن اليوم أنت عليك في الجودة أن ترضي المراجع والمستفيد من الخدمة والزبون. نعم. والعميل إن صح التعبير، كل العملاء فئات. فكيف نرضيهم إذا ما أخذنا رأيهم؟ فكانت البداية من هالمنشأ مثل هذا. واطلعنا كذلك أن مراكز استطلاعات الرأي العام عادة ما تنشأ بهيئات مدنية. نعم. يعني في الدول وتجد عندها قدرة لها، لذلك نحن كان أول مركز استطلاع رأي عام ينشأ في دولة الإمارات ومن مؤسسة أمنية. نعم. واليوم وكان أحد النتائج المباشرة لاستطلاعات الرأي كان تقوم باستطلاع رأي الرضا الوظيفي للموظفين وكذلك رضا العملاء. صحيح. فكان تقوم بجانبين. فأنا أعتقد من أحد المزايا الكبيرة اللي كان لمركز استطلاع الرأي في تعديل سلم الرواتب لأفراد شرطة دبي. نعم. يعني بالمقارنة مع الأجهزة الاتحادية الأخرى في تلك الفترة. يوم طلعت من الشرطة ورحت مكان آخر، هل كان الخروج من القيادة العامة شرطة دبي شيء سهل عليك؟ أنا ما انتقلت من شرطة إلى شرطة، باعتبار أن كانت الكلية الإلكترونية أصلا نبعت من إدارة الجودة الشاملة بالشرطة. وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد أمر بإطلاق الكلية الإلكترونية من القيادة العامة شرطة دبي. وحقيقة لما يعني المهمتين كبرا، يعني الكلية والإدارة الجودة، فآثر أنا ذاك سيدي مع الفريق ضاحي القائد العام أن أتفرغ للكلية. هي. إلين ما وقفت الكلية على أقدامها في 2006 إلى استوت كينونة منفصلة، ومن 2009 لما استوت جامعة طبعا انفصلت. فهي حقيقة أنا أعتقد أن المشروع كجامعة ككل نشأت في رحم شرطة دبي. يعني التعليم، وأنا أعتقد اليوم أقول أن التعليم الذكي في الدولة بدأ من شرطة دبي. نعم. لأن الكلية الإلكترونية لما أطلقت كانت في 2002 ما زالت في تحت إدارة الجودة. صحيح. فلذلك يعني ما حسيت أنا بالفصل الكامل أو، لكن حقيقة أنا أعتقد أن خروجي يعني بعد 7 سنوات في مدير إدارة العامة للجودة
وتأهيل قيادات وطنية داخل جهاز الجودة هي التي اليوم تقود شرطة دبي في العالمية. فأنا أعتقد أن يعني أنا حقيقة فخور اليوم بإنجازات شرطة دبي. أقول ساهمت في يوم من الأيام في تأسيس قواعد مثل الإدارة، وأنا لي شرف يعني ما كان لي زعل ولا غيره، لكن شرفت حقيقة، شرفتني القيادة العامة شرطة دبي أن أعطتني لقب وقلدني هذا اللقب سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد ولي العهد في 2008، أعطوني لقب أبو الجودة الشرطية. حلو، أبو الجودة. فأنا أعتقد أن هذا الواحد، أنا أقول يعني الأجانب يقولون هذا ليجاسي يعني إرث. صح. فأنا أعتقد أن هذا شرفوني في حقيقة، وإن يعني كنت أقل من هذا لكن شرفوني بهذا اللقب يعني القيادة العامة شرطة دبي. فكيف أنا أزعل؟ ما أكون زعلان. صحيح. أنا برجع لشيء تكلمنا فيه قبل التسجيل، أن سبحان الله شاءت الأقدار تكون مدير جامعة، وهي كانت دعوة والدينك والوالدة بالأخص، كانت تتمنى تشوفك دكتور أو مدير جامعة، فحدثنا عن الكواليس. الوالدة الله يرحمها توفيت بعفاكم الله جميعا وعفانا بمرض خبيث، وتوفيت وهي ليست كبيرة في السن، عمرها 54 سنة. وتلك الفترة هي توفيت في 92، وأنا كنت في نص مرحلة الدكتوراه، وحتى قررت أني يمكن أوقف الدكتوراه، لكن أم العيال يعني أم حمد جزاها الله خير دفعتني أن لا، يعني دعاء الوالدين، ويعني من 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 الإرث النبوي تقول أن يعني أن تصل ما كان يصلونه وأن تزور ما كان يزورونه ويحبونه، فكملت. وسبحان الله شاءت الأقدار أني أروح في شرطة دبي، شيء بعيد تماما عن التعليم فعلا، وقدر لي أكون مدير الجودة، ثم تنشأ الكلية، ثم أكون مديرها، واليوم الجامعة، ويشرفوني يعني رؤسائي أني أكون رئيسها. فأنا أقول يعني يمكن هاي دعوة يعني بظهر غيب فعلا للوالدة الله يرحمها لمشلمش، وأني أعتلي هذا يعني المنصب بفضل الله عز وجل، ويمكن دعاء للوالدة أكيد وثقة المسؤولين. صحيح. يوم قلت هذا المنصب شو حسيت وشو ذكرت؟ بكيت وقلت الله يرحمك الوالدة، لعل الله عز وجل ما كتب لها العمر لكي تراني في مثل هذا المكان. بس هي أكيد حاسة. بالعادة أني أسير أزور قبرها وأدعي لها، فكانت يعني فرصة بين الإنسان ذاته أن كيف رضا الوالدين يا أخت سماح يعني شيء ما يقدر بثمن فعلا. والذي يتفانى في رضا والديه يتفانى في رضا ولاة الأمر، لأنهم ولاة الأمر رقم واحد. تمام. وأنا أعتقد يعني يعني فترة لما تولويت الرئاسة أقول سبحان الله عز وجل أنه كتب لي مثل كتب لي هالفرصة وكتب لي هالمكان. فكما كنا نتفانى في رضا والدينا، اليوم نتفانى في يعني رضا قيادتنا الرشيدة، لأن لابد أن نجعل من هذه المؤسسة مؤسسة عالمية. صحيح. شو علاقة الدكتور بالطلبة والطالبات في الجامعة؟ أنا أؤمن اختماح ب يمكن علمتني إدارة الجودة أني إنسان يمكن يكون شفاف زيادة على اللزوم، بعض يقولون زيادة على اللزوم، لاحظنا شيء. ندخل مع الطلبة والطالبات في يعني الأشياء اللي سويناها بالجامعة تؤكد نظرتي الشخصية للعلاقة اللي يجب أن تكون. يعني نحن طلابنا أول جامعة في الدولة في مجلس الجامعة الطلبة ممثلين فيها. الطلبة ممثلين فيها. نعم. سواء دراسات الجامعية أو دراسات العليا. فكان كثير من الأخوان أعضاء تدريس والعمداء يعرضون كيف مجلس الجامعة بوجود الطلاب قالوا طيب ممكن نقبلهم بس يحضرون جزء من أجندة. قلت كيف يكون عضو كامل ويحضر جزء من أجندة؟ في أجندة خفية يعني وأجندة علنية، على ما في شفافية. ما بالضبط. فلكن أختمها أبشرك أن اليوم العمداء حريصين على وجود الطلاب. لماذا؟ لأن أصبح الطلاب يقولون لعمدانا في جامعة حمدان، حطوا بند على جدول الأعمال، قالوا نحن نتمنى من أساتذتنا وعمدان الكلية الأفاضل
أن يهتموا بالبحث العلمي ويانا. فأنا أعتقد اليوم الطلاب أصبحوا هم يطالبون بشيء مثل هذا. صحيح. فسواء لأول مرة الطلبة قبل في تطوير خطتنا الاستراتيجية ل 2017 شاركوا في صياغة مثل الخطة وطلباتهم ونظرتهم ورؤيتهم لمستقبل هذه الجامعة. فأنا أعتقد أن يعني علاقتنا مع الطلبة والطالبات علاقة يعني بالنسبة لي أنا كشخص أنا أحسبهم عيالي، يعني كما أريد الخير لحمد وسعيد وخالد وأبنائي وأريد الخير لكل طالب في الجامعة. ولذلك أنا أقول لهم يا جماعة اللي بيشتري مرسيدس ولا بيشتري بي ام دبليو عمره ما يسأل منو مدير الشركة ولا رئيس مجلس إدارة منو، لكن أنت تدفعين الثمن في المنتج، ونحن في جامعة حمدان المنتج مالنا هو دليل على نجاح الجامعة في تطبيقها، وهي نظرتنا. بالتأكيد. هل ترى أن التعليم الإلكتروني في ظل الحكومة الذكية والتطورات اللي صايرة يحل محل التعليم اللي نحن تعودنا عليه؟ أنا أعتقد أنا شوي ناس وايدين يعتبروني وايد متحيز للتعلم الذكي. طبيعة الحال لازم تتحيز. متحيز منذ نشأة هذه الجامعة في 2002 في تلك الفترة. والله يا أخت سماح أنا ما كنت أدري، وأقول لك بصراحة اليوم، كيف هذا الرجل سيدي صاحب السمو الشيخ محمد عنده الرؤية الثاقبة. صحيح. يوم ما أطلق مشروع التعلم الذكي في 2002 وكلف معالي فريق ضاحي بأن يطلق الكلية الإلكترونية جودة الشامل آنذاك، ما كنا نعرف رؤانا ما هي برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد المستقبل. نعم. ولما جاء وأطلق التعليم الذكي وأطلق الحكومة الذكية قالنا تعال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد عنده قناعة راسخة، كان يحط الأساس أن لا حكومة ذكية بدون تعليم ذكي. أكيد. ولذلك يعني كانت المبادرة الأولى في مسألة الحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية أن يكون تعليم ذكي، الحط الأساس بالضبط. نعم. أنا في اعتقادي أخت سماح أقول شيء واحد، أنا رحت في 2003 رحت البحرين ألقي محاضرة لكلية التربية، فانبرى لي ناس كثيرين شوي تحمسوا، دكاترة قالوا أنت جايب كلام بتخرب التعليم عندنا وهاي كلام ما يصير. قلت طيب أنا بطرح لكم أربع أسئلة، جاوبوني على أربع أسئلة. السؤال الأول، هل ترون أن المراكز التجارية اليوم ضرورة؟ يعني التسوق مش ضرورة؟ قالوا نعم ضرورة. قلت هل ترون أن المراكز التجارية بحجمها وبأشيائها هي ليس لها بديل في التسوق؟ اليوم في مول دبي، دبي مول الإحصائية تقول إن الناس اللي يشترون من المحلات الموجودة في دبي مول أونلاين يكاد يتساوى مع الناس اللي يشترون على أرض الواقع، موجودة هاي. فبالتالي أصبح التسوق ضرورة، لكن المراكز التجارية ليست ضرورة. عندنا بالتسوق الصيرفة ضرورة، الصيرفة على البانكينج. أيوة. لكن اليوم كم واحد فينا يروح البنك اللي فتح حسابه فيه؟ كم واحد يذكر توقيع أخت سماح أساس إنه يوقع؟ كله بالآلات. طيب بناء على ما سبق قلت لهم في البحرين في 2003 التمدرس ضرورة، يعني روح المدرسة. أما المدارس فلا، التعلم ضرورة، لا تضربيني الحين على الكلام التالي، أما الجامعات فلا. شيء أصلا يفرح. فأنا أعتقد أن شكل التعليم سيتغير في المستقبل. أضرب لك مثل بسيط، في 1902 الأخوان رايت برادرز يسمونهم ابتكروا الطيران، وظلت الطيران كل الناس تسافر كلها بالبواخر. صحيح. 2018 بحرب العالمية الأولى يعني ما طلع الطيران بشكل جيد إلا بعد تجربة في الحرب العالمية الأولى ضعيفة، إلى 1928 أول طائرة عبرت المحيط الأطلسي من الولايات المتحدة لأوروبا. حتى واشنطن بوست الجريدة المعروفة كتبت في أول صفحة The Adventurers المغامرون، ما طلعت الطيران التجاري 1958، بعد 30 سنة. بعد 30 سنة. يعني اليوم لو أنا أسألك الحين سؤال أقول أنا عندي بزنس ميتينج في الكويت وبروح بالباخرة، شوف ضحكتي علي. أنا أقول سيأتي اليوم اللي يقول كنا في المدارس وكنا في الجامعات، بنضحك عليهم على ذلك. وهذا هو
مستقبل التعلم الذكي. شكل الجامعات راح تتغير. أختي سماح، في كلمة education في اللغة الإنجليزية في أي قاموس موجود، أوكسفورد وغيره، لا توجد كلمتان فيها التعريف في education. لا توجد كلمة مدرسة ولا توجد كلمة جامعة، إنما تتكلم لما يعرفون الإدوكيشن يقولون هي عبارة عن نقل معرفة ومهارات. نعم. Knowledge and skills. Skills. ما لا خص بالمكان وبالجدران. نحن صورنا، إذا تذكرين أختماح، نحن أبوتنا اللي كان يتخرج من الكتاتيب، صح، يقولون هاي متعلم، صح، بعدين جت المدارس النظامية. إذا الإنسان هو استحدث الذي استحدث مثل الأمور. وأنا أعتقد اليوم نحن محظوظين ومحسودين على شيوخنا في دولة الإمارات، يريدون اليوم عملية الابتكار والإبداع أن يأتي إلى التعليم، كما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد في مقالة الأخيرة اللي نشرت في فبراير الماضي في الجرائد المحلية، أن لابد من الابتكار في طرائق التعلم، صحيح، وإلا ستشيخ الحكومات وتضعف. هذا كلامه، كلام نص كلامه. نحن في مقدمة هذه الصفوف اليوم في جامعة حمدان لتطبيق رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد على أرض الواقع في ما يتعلق بمستقبل التعليم. زارنا رئيس جامعة بلغاريا قبل 3 أسابيع، والمقابلة مسجلة وأنا ما كنت موجود معاه حتى ما يقولون والله متحيز بعد. زي. رئيس جامعة بلغاريا يقول في السيتي 7، هذه القناة المعروفة، شفت المقابلة، أنا ما حضرت المقابلة، قابلوه قال أنت جاي جامعة حمدان ليش؟ قال نحن في بلغاريا عندنا 1500 سنة وعندنا 150 سنة خبرة في التعليم، لكن جينا جامعة حمدان لأن عندها نموذج متفرد حري بنا نحن في بلغاريا نتبعها. يا سلام. كم مرة أختي سماح اليوم أن ممكن يكون العرب في المقدمة في التعليم، نحن المعروف عندنا نأخذ من برا، من الغرب. أيوة. فقال لذلك أنا، وقال في المقابلة رئيس جامعة بلغاريا، قال مو معناته أن نحن في أوروبا ما عندنا تعليم ذكي، عندنا جامعة في روما وجامعة في كاتالونيا في أسبانيا وجامعة في بلغاريا، لكن نموذجكم في جامعة حمدان أنتوا طلعتوا فجأة من لا شيء أن تقودوا، أصبح تقودوا العالم. أنا أعتقد أنا جاي هني ومبهور، وأنا راح أستفيد من تجربة جامعة حمدان في هذه المسألة. جميل جميل، بهذا الكلام الجميل بناخذ فاصل قصير. مستمعين الكرام، فاصل ليوان ويا سماح العبار. مستمعين الكرام، حياكم الله من جديد، وما زال الحوار واللقاء متواصل مع الدكتور منصور العوار رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم. ثم ذكرنا متواصلين في الحوار مع الدكتور، حين نبغي نرجع شوية للكتب اللي ألفها الدكتور، ذكرنا بعضها في السيرة الذاتية، فلو تحدثنا عن أقرب هاي الكتب لقلبك، واللي شو اللي خلاك تبدأ تأليف هذا وكتابة هذا الكتاب؟ اللي دفعني لتأليف مثل هذا سيدي مع الفريق ضاحي خلفان، بالذات في موضوع ما يتعلق بتوثيق التجربة. أول ما بدينا في شرطة دبي مسيرة الجودة، اقترحت على سيدي مع الفريق ضاحي إن إذا بنغير الجودة تباها تمشي مثل النار في الهشيم في الجودة في القيادة العامة شرطة دبي، يجب أن نغير ثقافة الناس. فعلاً. وفعلا بدينا سلسلة من النشرات في كتابة ثقافة الجودة، وكنت أقول له، حتى أقول له سيدي أبو فارس نبغيك الكلمة الافتتاحية دائما منك، توجيه من القائد في موضوع الجودة. وكانت عندنا نشرات هذيك الأيام في من 99 نتكلم في شرطة دبي، وبديت المسيرة هذه في الكتابة، وأنا أكتب المقالة الصفحة الخلفية عن 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 عن, عن, عن مسائل مثل هاي. ثم بعد ذلك يعني أولى الكتب الحقيقة،
أنا من الناس حقيقة يعني أقول لك من المغرمين، أقول فعلا مغرمين برؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. تأكيد. وما في محاضرة كنت ألقيها إلا وأستشهد بكتاب رؤيتي. نعم. يعني ولذلك من الكتب اللي بديت فيها أكتب الكتاب هو طريق إلى رؤيتي. نعم. كتاب رؤيتي كتاب ضخم. صحيح. يعني كتاب حاكم. أنا أخذت من هذه الأجزاء وحاولت أني أجسد رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد في شيء اللي إحنا نعرف التميز والقيادة والتعليم، وآثرت أن تكون الرؤية في التعليم العام، وكتبت فصل كامل عن التميز في مدارس المستقبل، وما أقول من باب يعني التحيز، لكن الأشياء اللي ذكرت في ذاك الكتاب تطبقت الآن من 2010 إلى اليوم، طبقت أشياء كثيرة منها على أرض الواقع، منها التوسع في التعليم الإلكتروني يعني أقولها، والآن استوى مدارس ذكية وتعليم ذكي وإلى غيره. وبعد ذلك بديت في موضوع سلسلة تيسير المعرفة، لأن الكتب، وكثيرين على فكرة أخت سماح لاموني كثير من الزملاء من دكاترة ومن 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 من يعني المثقفين بعض العرب، إن يا أخ منصور دخيلك ترجم الكتب على الأقل الإنجليزي. خلي حدا، قلت أنا أقدر أكتب كتاب بالإنجليزي، لكن المكتبة الإنجليزية يا أخواني وخواتي ثرية بهذه الكتب، العرب ما عندهم حد يكتب لهم. فأنا أتمسك بإني أكتب باللغة العربية، لأن ذاك سويت سلسلة تيسير المعرفة. نعم. حتى تكون مفاهيم الجودة قريبة من الناس، سلسة ومفهومة، ومفهومة بلغة مفهومة. فعلا. وتواكب العصر في صغر المادة وليس بمجلداتها. صحيح. فبالتالي يمكن شفتي طلعت حضرتك على الكتب. فعلا. صغيرة يعني ما جلسة شاي وتخلصين. من الكتب القريبة أقول لك يعني إن رؤية محمد بن راشد. نعم. فلذلك يعني استوحيت من آخر كتبي، كانت كتاب الطاقة الإيجابية. أنا يعني مستوحى من فكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد، لأنه هو أول شخص دعا إلى مأسسة الإيجابية. مأسستها في الإطار لم يكتب أحد في الإطار المؤسسي في الطاقة الإيجابية إلا فكر محمد بن راشد. فأنا أعتقد أن هاي الكتب والكتاب اللي بينزل قريبا بإذن الله، كذلك محاولة لتجسيد رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد في التعليم، وهذه يمكن أول مرة أقولها، يمكن يصدر قريبا، لكن هذا الكتاب يجسد، أنا ذكرت الطريق لرؤيتي في 2010 جسد في التعليم العام، هذه المرة ستكون عن مستقبل التعليم العالي، بتجسيد رؤية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد في التعليم العالي، ومثال توثيق لمراحل تأسيس جامعة حمدان كيف تكون مشرقة للتعليم العالي في المستقبل. فبيكون بتحصن أول نسخة إن شاء الله بعد ما يطلع خلال الشهر تقريبا إن شاء الله. الدكتور عاد قصيدة في الشيخ محمد بن راشد، فياريت نختم بهاي الحلقة، نكمل الأسبوع الجاي القصائد وحلقة ثانية إن شاء الله. الحقيقة أنا يعني تخبرنا مناسبة هاي القصيدة. القصيدة هاي أنا شفت أختي سماح في ميلة الشيخ محمد يسلمون على الشيخ. نعم. فجاء أحد الأعيان البلد ليقبل محمد بن راشد على كتف الشيخ محمد، يبي يقبل كتف الشيخ محمد. وأنا أرى سيدي صاحب السمو الشيخ محمد وإلى هو يثني ركبتيه، يا أخ سماح هذا محمد بن راشد. نحن رؤساء أقسام، إذا بتحب خشمي يقول لا تحب راسي، فما بالك بمحمد بن راشد. أنا أخذني هذا الموقف. نعم. أنا أخذني هالموقف، وأنا من الناس اللي مش مكثرين من الشعر، لكن المواقف تأثر فيه. تجربة الشعرية تولد يعني. نعم. وبالتالي يعني كان في 23 إبريل المجلس هذا يوم الثلاثاء في 2013، فتكلمت عنوان القصيدة فريد من فريد من فريدي، تكلمت في أجل حدث وسل هل من مزيدي، وحسبك سفر ماضيك المجيدي، بليغ أنت أيها التاريخ يعني، بليغ أنت لم يعجزك قول ولا وصف لدان أو بعيدي، فيا تاريخ كم عظماء مروا وكم من قائد فذ رشيدي، تساموا للعلا وبنوا قلاعا من الأمجاد تزري بالحديد، صلاح الدين سيف أين منه سيوف الهند في العهد البعيد، وهارون الرشيد كتاب عز تلألأ باسم هارون الرشيد، وإن تسأل تجد من غير شك سنام المجد عند ابن الوليد، رجال
طاولوا نجم الثريا وصاروا من سماها بالوصيد. هناك بيت من فخار إلى العالي، هناك بيت من فخار بناه الشيخ للمجد التليدي. المجد عادة ما يصنع أختي سماح للناس، محمد بن راشد بنى للمجد بيت. نعم، أتاه المجد يسعى فاحتواه، فأذعن مثل إذعان المريد. فيا شيخي محمد والليالي تروضها بوعد أو وعيدي، بنيت دبي فخرا لا يدانا، فكانت للعلا أسمى بريدي. وحدث كل من يهوى المعالي، يحاور نفسه عجبا أعيدي. وهل عجب إذا شاد الأماني، فريد من فريد من فريدي. محمد بن راشد بن سعيد. نعم، وما غرتك نفسك إذ تعلي، وما أحجمت عن صنع مفيدي. وسرك في التواضع ليس يخفى على فطن وذي رأي سديدي. ألم تأتي الوفود، هل المجلس، ألم تأتي الوفود وقد تداعت تحيي الشيخ في اليوم السعيد؟ وأقبل نحو كتفك من تناها يقبلها فلم يسعف بجيدي. فما صعرت خدك كبرياء، ولا قد قلت يا نفسي فحيدي. وبش الوجه للقيا بود، ولما هم بالجهد الجهيد ثنيت الركبتين له انحناء. تواضع شامخ طود وطيدي، تقبله وتسعد مقلتيه، وقلبا دق في قلب السعيد. وبابك عنده الكبراء تترى، لتحظى منك بالعيش الرغيد. هنا فاسمع أيا تاريخ، واكتب ليقرأ كل ذي حضر وبيدي. سجلك يعني يا تاريخ حافل الأبواب ثر، وكم في كل باب من رصيدي. أتاك محمد رفدا فأعطى، وبه أكرم وأنعم من رفيدي. شمائل آل مكتوم تجلت، من الأجداد تسري في الوريد. وشيخي في سجلك يا تاريخ، وشيخي في سجلك كان دوما وحيد النسج في الباب الوحيد، وهو رقم واحد طويل العمر. صح لسانك. ما في أحلى من هالكلام عشان نختم فيه حلقتنا مستمعين الكرام، ولكن أوعدكم بنكمل مع الدكتور لقاء جديد وحلقة جديدة ومحاورة جديدة إذا الله راد الأسبوع الجاي إن شاء الله. إذن كنتم مع الدكتور منصور العوار، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية، رئيس مجلس أمناء معهد اليونسكو لتقنيات التعليم. أسبوع الجاي تريونا. تحياتي أختكم سماح العبار، وفي أمان الله.